السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، معكم علي. اليوم عندكم مقطع جديد. اليوم يا شباب جيب لكم مقطع مرة مفيد. يعني كثير ناس سألتني كيف يا علي انت تسوي اغانيك وكيف احط الافكتات هذه اللي احطها، فقررت اني انزل لكم مقطع عشان ما حد يطلب مني. اول شيء تحتاج اللي هو برنامج افل ستوديو، اللي هو برنامج افل ستوديو يمديك تسوي فيه بيت، يمديك تسجل فيه اغاني. كثير من المشاهير يستخدموه. الحمد لله. برنامج في الاستوديو يمديك تحمله مكرر، بس للاسف ما يمدينا احط لكم رابطه تحت لانه ببلع بلوك من الموقع، فيا انا لاني مشتري ما يمديني احط رابطه مكرر عشان ما يبلكوني. فبس اللي عليك تسويه انك تروح على جوجل تكتب افل ستوديو كراك، او حتى بالعربي اذا تكتب مثلا، وبس تلاقي مره مواقع كثير زي هذا الموقع اللي هو سيجما فور بي سي، يمديك تحمل منه افل ستوديو. فيا الزبد، خلينا نقول انه انت الحين حملت البرنامج وخلاص كل شيء تمام، فتحت بيطلع لك زي هذا الواجهة او مو زي هذه الواجهة، يمكن يطلع لك بدون هذه الواجهة، يمكن يطلع لك زي كذا، ويمكن يطلع لك بس اللي هو الشانل راك، هذا اسمه الشانل راك اللي يمديك تسوي منه البيت ويمديك تعدل عليه، يمكن يطلع لك بس هذا. فكل بساطة اللي عليك تسوي انك تضغط على هذه اللي هي بيطلع لك البلاي ليست حقك. فالحين يا جماعة بوريكم كيف توصل المايك حقك، او كيف يعني يمديك تسجل فيه، لانه اول ما تدخل على البرنامج ما بيكون موصل في المايك. حتروح على اوبشنز، حتروح على اوديو سيتنجز، هنا عندك انبوت واوتبوت، حتضغط عليه. هنا عندك الدايركت ساوند ديفايسز اللي هو الصوت اللي انت بتسمعه، فحتختار واحد من هذول الاثنين. انا انصحكم في الاستوديو اسيو وماسيو. طبعا خلوا بالكم انه لازم يكون عندك مايك، يعني ما ادري ايش المعلومه الخايسه هذه بس الزبد. حتيجي هنا بفر لينكث، حتعدل عليه. طبعا اللي ما يعرف ايش البفر لينكث هذا، يعتمد على قوه جهازك اللي هو الديلي بين المايك والبرنامج، فكل ما كان اقل كل ما كان الديلي اخف. 256 يعني 6 ام اس، يعني 6 ملي سكند في تاخير، فما بالمره ما بتلاحظوه. حسب جهازك يمكن ما يطلع لك هذا الخيار، انا بس طالع عشان جهازي قوي فما اتوقع انه بيطلع لكثير ناس. من هنا تكون انت خلاص وصلت المايك. بس في كمان خطوه اللي هي انك تروح على المكسر. اللي ما يعرف المكسر هذا هو، تضغط على هذا تطلعوا المكسر. هذا المكسر بكل بساطه يمديكم من هنا تعدلوا على الصوت حقكم، يمديكم تضيفوا افكتات. اما الحين انا بوريكم كيف توصلوا صوتكم او كيف توصلوا المايك. هتيجي مثلا تضغطوا على اي تراك تبغوا توصلوا المايك فيه، مثلا خلينا نقول تراك واحد، تروحوا على هنا وتضغطوا حسب المايك حقكم. اذا كان المايك حقكم ستيريو اللي هو مثلا، اذا المايك حقكم ستيريو اللي هو مثلا وقت تسجل فيه طلع صوت من اليسار واليمين، حطوا ان 1 ان 2. اما اذا كان المايك حقك مونو اللي هو بس جهه واحده، يعني ما يمديك مثلا تعدل عليه من اليمين واليسار، يا حطوا ان 1 يا حطوا ان 2. انا بحطه ان 1. ف اوكي دقيقه، اول ما تضغط عليه حتسمع صوتك. اوكي فالحين بوريكم كيف ما عاد تسمع صوتك. اول ما تضغط عليه طبعا تسوي زي كذا، بعدين شايفين هذا هنا تضغط عليه وخلاص صوتك يختفي والمقع يشتغل. شوفوا الو الو الو، شايفين؟ الحين يحتاج لك البيت اللي هو اسم الأغنية الأصلية يا جماعة، هايست ان ذا روم من ترافيس سكوت. فوقت تبغى تطلع لحن أي أغنية حتكتب اسمها الكامل، بعدين تكتب جنبها انسترومنتال، بعدين بيطلع لك اللحن حقها. أوكي مثل ما تشوفين، نختار أول واحد، فهذا اللحن حق الأغنية حقتي. فبكل بساطة ححمله الحين. بعطيكم كمان موقع جميل عشان تحمله، هو واي تو ميت، موقع جدا جميل، يمديك تحمل منه البيتات على السريع. تضغط على داونلود يحول لك المقاطع، يحول لك المقاطع حق يوتيوب لام بي 3. حتاخذ الحين البيت وحتسحبه على افل ستوديو، تحطه على تراك واحد او اي تراك انت تبغى تحطه. الحين صار عندك التراك، فالحين وقت تبغى تسمعه اذا تضغط ما حيطلع لك شيء ولا حتسمع شيء، هذا لانك حاطه على باترن مود، لازم تحطه على سونج عشان يعرف انه انت تبغى تسجل اغنيه ما تبغى تسجل باترن. وخلاص زي كذا انت بدك تسمع الاغنيه. اذا نضغط بلاي، اذا تضغط مساحة ما ادري ايش اسمها هذه اللي على الكيبورد، او تضغط على هذه بلاي. فخلاص زي كذا يمديك تسمع اللحن. اوكي شباب، تعديل بسيط على المقطع، نسيت احط شيء اللي هو كيف توصل الافكتات بالمقطع اللي انت سجلته. فخلينا نقول انه انا سجلت مقطع زي كذا، انا سجلت مقطع، فبتضغط عليه من هنا تودي على التراك اللي انت تبغاه. مثلا انا بحط الافكتات على تراك 5، بعدين تجي على المكسر تروح على تراك 5 اللي هو هنا، تضيف على اي تراك ثاني غير التراك اللي انت اخترته هنا ما بتجي الافكتات، وبس كملوا المقطع. الحين بوريكم كيف تضيف الافكتات وكل شيء، فبنبدأ من الصفر حرفيا. خليني مثلا اوريكم اخر اغنية لي اللي هي كانت ديستراك على حقين الافلام. فاوكي بعد ما فتحت البروجكت زي ما انتم شايفين مرة مسجل كثير. هنا عندك هذا كذا وهذا كم مرة حاولت، ف
بس عشان تعرفوا انه الاغاني اللي اسويها مره مره اتعب عليها، يعني مو والله بنص ساعه اقعد اسجل الاغنيه وخلاص انزلها، فهذا كل شيء. اوكي بس معكم اول شيء البدايه. والحين البداية اوكي، فهذا الفيرس حقي، فيرس روني ما منوري لانه زبال وابو كلب. والحين بوريكم كيف تضيفوا الاوتوتون. اللي ما يعرفش الاوتوتون، هو الاوتوتون بشكل عام مو ما يستعمل عشان يحلي صوتك. الاوتوتون اصلا ما يخلي صوتك احلى، ترى ما يخلي صوتك احلى، يعني اذا انت ما يمديك تغني ترى ما يخلي صوتك احلى، يعني لا تعتمد 100% على اوتوتون اذا صوتك زي الخرا، لازم تكون تعرف تغني شوي. الاوتوتون بكل بساطه اللي يسوي لي هو يصحح الفوكلز او يصحح البيتش حقك وقت تغني. مثلا اذا انا مثلا اقول، اذا انا مثلا اغني على الاوتوتوب بكل بساطه يصححه او يخليه كذا، يعني صار ما ادري اذا فهمتوا علي، بس الزبد يعطيه افكت مره حلو. فبكل بساطه عشان تحمل الاوتوتون حتروح على موقع اسمه جي سناب اتوقع، يب هذا هو. حتحمل البلجن حسب جهازك، اذا كان جهازك 32 بت حتحمله، اذا كان جهازك 64 بت حتحمله برضه. فانا بحمل 64 عشان جهازي 64. بكل بساطة اللي راح تسويه الحين حتاخذ البلجن هذا، اوكي جي سناب دوت دي ال ال. فالحين عشان نضيف الاوتوتون او الملف اللي احنا حملناه، بكل بساطة حتروح على مكان ما انت محمل البرنامج اتوقع، او على السي او زبد لازم ندور عليه لانه انا ما ادري بالضبط وين بيكون. في ملف اسمه، في ملف بيكون اسمه ستاينبرغ او شيء زي كذا، يب هذا هو. حتدخل حيقول لك في اس تي بلجنز. بكل بساطة اللي حتسويه انك حتجيب البلجن حقنا، حنجيب الجي سناب هذا، هتسحبه لهنا، هضغط على continue، خلاص زي كذا نكون خلصنا. فطبعا لازم ترست البرنامج عشان يطلع لك كل شيء. الحين اول ما تضيف البلجن وتسوي ريستارت لاف ستوديو، انا بمحي خلينا نحي هنا، فبوريكم بس الافكتات اللي انا ضايف على هذا الميكسر لحاله، اللي هو وقت اقول جريفت من ام الافلام غير وفقير ما ادري ايش. مثل ما تشوفين هنا عندي اوتو تون ايفو في اس تي ريفيرب اللي هو الصدى، باراميتك اي كيو، عندنا هنا باند ايكولايزر، عندنا ساوند جودايزر ماكس. زبد انه افكتات مره كثيره، ما اتوقع انكم بتفهموا من اول مره. هذا صوتي بدون الافكتات زي ما سمعتوا، الصوت مو سيء اوكي، بس وقت تغني كذا باغاني زي هذه مو اغاني، يعني اغاني ميلوديك، يعني تحتاج انك مثلا تعلي صوتك وتغني من جد. الحين انا بمسح كل الافكتات هنا وبوريكم من الصفر كيف تضيفوا الافكتات، او بوريكم كيف بوريكم كيف تضيف الافكتات بشكل عام. او دايم شكله مره حلو هذا. فالحين ما عندنا ولا افكت زي ما سمعتوا، ما في ولا افكت بالمره، كذا صوت عادي. الحين عشان تضيفوا الافكتات تروحوا على مثلا سلوت 1 تضغطوا عليه حيطلع لك هذه القائمه. ما حتلاقي الاوتوتون هنا، حتروح على مور بلجنز، من هنا ما حتلاقي كمان الاوتوتون، حتضغط على مانج بلجنز. الحين بتطلع لك هذه القائمه، بعد ما ترست اف ال ستوديو لازم تضغط على فايند بلجنز، وهو يبدا يسوي لك سيرش او سكان في كل ملفات الفي اس تي عشان يعني يلاقي لك الاوتوتون. فبس يخلص، انا بسوي الحين كاسل، بس يخلص اتوقع انه بيلاقي لك اياه. بس يخلص حتكتب هنا اوتوتون، مثل ما تشوفين هنا هذا هو اوتوتون، وخلاص من هنا يمديكم عاد تضيفوه، تضغط عليه مرتين حيطلع لك هذه القائمة. الحين بوريكم ليه مهم مرة انك تعرف الاوتوتون، لانه شوفوا. فالحين بوريكم كيف تعدلوا على الصوت، او كيف يعني تجيبوا الكي. اللي ما يعرف ايش الكي، اللي هو يعني كيف الكي، يعني اشرح لكم اياه، المفتاح حق البيت اللي هو كله يعتمد على البيت. اذا كان عندك اغنية مشهورة واخذت البيت حقها، بكل بساطة يمديك تروح على اليوتيوب، بكل بساطة يمديك تروح على جوجل تكتب مثلا Butterfly Effect Key and Beats Per Minute، حيطلع لك اول موقع اللي هو تون بات، انا دائما استخدمه. حتدخل عليه، اول ما تدخل عليه حيطلع لك هذا الشيء، الكي حق الاغنية اللي هي هذا او البيت هي بي ميجر. فبكل بساطة حتروح على الاوتوتون، حتروح على الكي، حتختار بي اللي هو اخر شيء، وهنا عندنا ميجر اللي هو السكيل. او شت جبت ام العيد انا، اوكي بي ميجر، خلاص زي كذا نكون خلاص ضبطنا الاوتوتون.
لانه شوف الحين مثلا انا اختار اي شيء عشوائي، انت تختار اي شيء عشوائي تقعد تخبص، شوف كيف يطلع الصوت. رفت من ام الافلام غني وفقير، سامعين كيف يطلع الصوت مره 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 خايس؟ فلازم دائما تجيب الكي الصحيح لانه ما يمديك تقعد تخبص ويطلع معك اي شيء. الكي حق هذا اللحن بي ميجر، فخلينا نسمع الحين مع اوتو تون. رفت من ام الافلام غني وفقير، زي ما سمعتوا مره مره مزبوط. طبعا بقولكم كمان نصيحه عشان يطلع الصوت اوضح واحسن، اللي هو الانبوت تايب حسب صوتك. اذا كان صوتك كذا مره مره ناعم اختار سوبرينو، اذا كان صوتك ماه يعني بالنص اختار التو سلاش تنر، واذا كان صوتك زي اختار لو ميل، اذا كان صوتك كذا ضخم اختار لو ميل لانه هو للاصوات الضخمه. رفت من ام الافلام، فخلاص زي كذا نكون خلصنا من الاوتو تون. مره مره شيء سهل، بس لازم يكون تعرف الكي حق اللحن. يمديك كمان تضيف فورمنت اللي هو يضيف كذا افكت بسيط. رفت من ام الافلام غني وفقير، يخلي كذا الاوتو تون اوضح. باقي الافكتات موجوده في افل ستوديو نفسه، فكل بساطه حتروح تضيفها، حتضغط على مور بلجنز، حتضغط مثلا نبغى نضيف الصدى الحين، تضغط على ريفيرب تختار وتضغط عليه مرتين، وزي كذا يكون عندك ريفيرب الحين. اذا نسمع رفت من ام الافلام، اوكي معلش انا مو مشغله الحين. رفت من ام الافلام، بس احيانا مره مره يكون الريفيرب زايد او الصدى حسب الاغنية حقك، فيمديك تعدل من هنا. اكثر شيء يفرق معك اللي هو الديكي، ف الديكي تايم لازم اذا تزودوا اسمعوا كيف بصير. رفت من ام الافلام غني وفقير، واذا تقلله كمان يقلل الريفيرب. رفت من ام الافلام، فانا دائما استخدم هذا البريسيت اللي هو الديفولت، اقلل الديكي شوي. رفت من ام الافلام غني وفقير، وخلاص زي كذا يكون تمام. والحين نيجي مثلا خلينا نقول انه صوت مايكك مره مره واطي وتبغى تعليه، حتضغط على مور بلجنز وحتكتب ليميتر. هذا بس اذا صوت مايكك مره واطي، لا تستخدم اذا صوته مره عالي. حتروح على كومبريسر مثل ما انتم شايفين، حتقلل الريليس. انا قاعد اوريكم بالضبط ايش تسوي، ما قاعد اشرح لكم على كل شيء لانه اذا بشرح لكم مره مره بيطول المقطع. ومن هنا يمديك تعلي الجين وتزيده، فخلنا نسمع الحين. من ام الافلام غني وفقير، كيفت من ام الافلام غني وفقير، زي ما سمعتوا يمديك تعدل على الصوت حقك. يحاول هو بقدر الامكان طبعا انه ما يطلع النويز اللي في المايك حقك اذا كان مايكك مو زياده. وخلاص زي كذا نكون خلصنا. اوكي الحين نسمعه مع اللحن. رفت من ام الافلام غني وفقير، زي فبس يا جماعه وصلت المقطع، عجبكم المقطع حطوا لايك. اذا تبوني اسوي جزء ثاني اللي هو بشرح لكم مثل كيف تسوي ديستراكات وكيف تكتب الكلمات بشكل عام، اوصل المقطع 700 لايك. اوكي 700 لايك عشان اسوي لكم جود باي.